بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم اختبار من اختبارات الذكاء. قول لي اوجد ناتج بدون الحزم. ندي له عملية حسابية، عطلي في البسط والمقام، عطلي في البسط 5 في 4 على 2 زائد 2، وعطلي في المقام 3 زائد 2 في 1 ناقص 2. عايز اعرف الكلام ده بيساوي كام. احنا في العمليات الحسابية لو جالي بسط ومقام هعمل، هيبقى في عندي ترتيب تاني خالص. الترتيب اللي عندي هتبع عملية الضرب الأول ثم القسمة، وتاني عملية هتبع الجمع ثم الطرح، عشان ما تلخبطش في حل السؤال ده. يبقى نقول إن الكلام ده هيساوي إيه؟ إحنا قلنا الضرب قبل القسمة، عندي هنا ضرب وهنا قسمة، يبقى أنا هعمل إيه؟ يبقى هضرب الأول دول، يبقى 5 في 4 ب20، بعد كده عندي على 2 زائد 2، دول هنزلهم زي ما هو. تمام. عندي هنا في المقام عندي جمع وضرب وطرح. احنا قلنا الضرب قبل الجمع والطرح، يبقى الضرب الاول بعد كده الجمع والطرح، يبقى نضرب ايه؟ 2 في 1 فرق 3 زي ما هي، تنزل زي ما هي، زائد 2 في 1 ب 2 ناقص 2. عندي في البسط قسمه وجمع، هل القسمه الاول ولا الجمع الاول؟ لا، القسمه الاول بعد كده الجمع. يبقى نعمل ايه؟ يبقى انا هعمل هقسم دول الاول، يبقى 20 على 2 تطلع عندي 10 زائد 2 زائد 2. عندي هنا 3 زائد 2 ناقص 2 زائد 2 ناقص 2 هيروح مع بعض، يبقى هنا عندي كام على 3؟ 10 و2 كام؟ 12. يبقى 12 على 3، 12 على 3 فهي كام؟ فهي 4. تمام. يبقى ده حل ناتج العملية الحسابية اللي عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.